أينما اجتمعت القيافة العسكرية بالتقاليد الوطنية، وحيثما تزاوجت العراقة والقوة بالتمكن والإبداع، ومتى تراءت لك حراب الموروث الوطني الأصيل المادي منه والمعنوي تحمي عراقة تاريخ وقيم أرض الجزائر، فأنت في حضرة الحرس الجمهوري. لقد حرسنا في الجيش الوطني الشعبي على ارتقاء بمستوى سلك الحرس الجمهوري إلى مصاف النخبة التي يليق أداؤها بنبل المهام المنوطة بها والسمو بها إلى مراتب الصفوة والتمييز. ومن أجل ذلك تم توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح بصفة تنسجم تماما مع حساسية وحيوية المهام الموكلة، والتي نتوافق مع الرغبة الشديدة التي تحدون لجعل هذه القيادة ومستخدميها جديرون بالاقتداء على أكثر من صعيد، وعليه يتعين على إطارات وأفراد الحرس الجمهوري أن يتحلوا بأعلى درجة الاحترافية والجاهزية والانضباط، وأن يكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيهم والوفاء التام لرسالة الشهداء الأبرار والتسبيق الدائم للمصلحة الوطنية العليا. كواحد من أهم مكونات الجيش الوطني الشعبي، انبرى سلاح الحرس الجمهوري لأداء مهامه المنوطة به، والمتمثلة أساساً في حماية المقرات السيادية ورموز الجمهورية وأداء مهام المواكبة الرسمية والتشريفات لرئيس الجمهورية وكبار ضيوف الجزائر من الرؤساء والملوك وممثليهم، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتفالات والتظاهرات الوطنية والدولية. فكان خير واجهة لصورة الجزائر أمام العالم وخير سفير لثقافتها، كما ارتبطت تشكيلاته وفرقه الموسيقية بأفراح الأمة ومواعيدها التاريخية. عرفت مسيرة سلاح الحرس الجمهوري منذ نشأته في كل مراحلها محطات تاريخية ساهمت في بلوغه ما وصل إليه اليوم، محطات كان القاسم المشترك بينها إرادة من انتسبوا إلى السلاح وعزيمتهم في سبيل السمو به وتطويره وتشريفه. في الوقت ذاك ما كانش امكانيات الحرس المور الجديد، ما عندناش امكانيات على العواله الخياله، ما كانش كيما درك عندنا امكانيات، ما عندناش امكانيات. وشنو هو الاراده كلش، الناس كانوا كنا شباب صغار، ما يعني نخدموا ما كانش اراده، وكنا يعني بعضنا متحدين والخدمه، وكانوا الحمد لله كان لقينا زونسيان ساعدونا، يعني ما كانش معنا كيما الخو عائلين عايشه عائله واحده، كانوا حتى المجاهدين زونسيان مجاهدين، كان واحد من زمان محي يقولون صرا العلاوة، يعني ما حاطينهم كيما ولادهم كيما ولادهم، يعني والحمد لله يعني كونونا وحنا وقعدنا لقدام. راني فخور بزاف بزاف فخور، درت مونيتور من 95، نقول لك انا حاكم ليكيب تاع الحارس حتى اللي خرجت. شحال جبت معاه؟ جبت معاه 5 فوا لا شامبيون دالجيري، وجبت معاه 6 فوا لا كوب دالجيري كوم اونترينور. الحمد لله وفخور كي خدمت في الحارس وقعدت فيه حتى 42 سنة والحمد لله. واكب سلاح الحرس الجمهوري كل مراحل الدولة الفتية وتطور وازدهر بتطورها، وكان في كل مرحلة أحد سمات قوتها، عاكسا لعراقة قيمها وحارسا لموروثها وتقاليدها.
تمثل المواكبة الرسمية سواء بالخيول أو بالدراجات النارية واحدة من أشهر اختصاصات الحرس الجمهوري، ويعتبر الفوج 11 المهد التاريخي لهذه المهمة السامية. عراقة تقاليد الفوج في كل ما يرتبط بالفروسية ظلت تمثل مرجعاً وطنياً في هذا الجانب المهم من موروثنا الثقافي. كل تفصيل دقيق في لباس فرسان الفوج، ألوانه وأجزائه، تحكي قصة العراقة والأصالة الضاربة جذورها في تاريخ الأمة، وهو ما يجعل من تشكيلات الخيالة التابعة للفوج وهي تؤدي مهام المواكبة بمثابة متاحف حية متحركة لتراثنا الأصيل. إلمام أفراد الفوج بكل أنواع رياضات الفروسية وتمكنهم في هذا المجال هو ميزتهم الأساسية. تتوضد العلاقة بين الزوج المشكل من الفارس والحصان بمداومة التدريب والمثابرة على تخطي صعابه معاً، وتتجلى هنا أهمية اعتناء الفارس بجواده والحرص على تدريبه والعناية به. هذه الرعاية هي أقل ما يقدمه الفارس للحصان، وإلا انطبق علينا قول الشاعر: يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها، ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا. ونحن هنا كفرسان في الحرس الجمهوري نحافظ على هذه العلاقة ونعمل على تقويتها حفاظا على إرثنا الثقافي. لأن قيم الحرس الجمهوري تشتمل فيما تشتمل عليه على الحفاظ على الفروسية التقليدية كجزء من الهوية الثقافية للوطن، تؤدي تشكيلات الفانتازية التابعة لفوج الخيالة بشرف وفخر هذه الرياضة التقليدية وتحافظ عليها، وترى في ذلك امتداداً لعراقة الفروسية الجزائرية التي تعود إلى ما قبل زمن المقاومات الشعبية. الحفاظ على المورد الخيلي الوطني والذي يمثل بدوره مهمة من مهمات الحرس الجمهوري يمر حتماً عبر تكفل بيطري تام يضاف إلى العناية اليومية والتدريب المستمر. عيادة الفوج بطاقمها المؤهل تسهر على هذه المهمة الحساسة للحفاظ على جاهزية الخيول وصحتها. تسهر عيادة الطب بيطري للمحافظة الدائمة على صحة الخيول من خلال التدخلات العلاجية أو الوقائية والتشخيص الدقيق للحالات باستعمال الوسائل والعتاد التي توفرها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وهذا للحفاظ على الجاهزية التامة للخيول لتنفيذ مهامها سواء في التشريفات أو المشاركة في المسابقات الرياضية الوطنية أو الدولية. لا حافر لا حصان، مثل معروف في مجال العناية بالحصان يؤمن به ويطبقه طاقم الحدادة التابع للعيادة. هذه المهنة التي تعد سراً من أسرار الحفاظ على قوة وجاهزية الخيول هي مصدر فخر للساهرين عليها لكونها مهنة لا تعطي أسرارها إلا لقلة قليلة من ممارسيها. بصفتك بيطر أفتخر بممارستي لهذه المهنة والمساهمة في شرف الحفاظ على تطويرها حماية لموروثينا وخدمة لصحة الخيول. وجهت قيادة الحرس الجمهوري اهتمامها إلى الرقي برياضة الفروسية، وتوجت مجهوداتها المستمرة بإنشاء قطب متميز لتدريب فرق الفروسية التابعة لها وتوفير كل عناصر النجاح لتحقيق نتائج في مستوى سمعة الفروسية في الجيش الوطني الشعبي خلال المحافل الوطنية والدولية. تم إنشاء مركب الفروسية التابع لقيادة الحرس الجمهوري ليكون مشتلة للأبطال في رياضة الفروسية. هذا المركب تتمثل مهمته أساساً في ضمان التكوين في الفروسية إضافة إلى رياضات الفروسية. فيما يخص التكوين في الفروسية فهو
يتم عبر التكوين القاعدي للفرسان، تأهيل الفرسان في مختلف الاختصاصات، وكذا ترويض المهور، الترويض القاعدي والترويض التخصصي، إضافة إلى تكوين المكونين وتكوين المدربين. تمثل المواكبة بالدراجات النارية تقليداً آخر من اختصاص فوج الخيالة، وتمثل الوجه العصري لمهمة المواكبة. تشرفت تشكيلات الدراجات النارية للفوج بتسجيل حضورها في أهم المحطات التاريخية للبلاد، بمرافقتها للمواكب الرسمية الوطنية وكذلك كبار ضيوف الجزائر، وكانت دوماً في مستوى سمعة هذا الاختصاص في سلاح الحرس الجمهوري. هيرتون يقوم مدرب سرية الدراجات النارية بتلقينه للدراجين الملتحقين حديثاً بالفوج، من خلال الحرص على تدريبهم أسس القيادة والتحكم بالدراجة النارية والمناورة بها. بالإضافة إلى المهام المسندة إلى سرية الدراجات النارية، نعمل على مواصلة تدريب الدراجين الناريين المستجدين وفقاً للبرنامج المسطر من طرف قيادة الفوج، كما يتم تنفيذ برنامج التحضير التخصصي الثنائي للدراج والدراجة النارية وفقاً للمرحلة الحالية، وهي مرحلة التحضير التقني، خاصة اكتساب المهارات والتحكم أكثر في الدراجة النارية. تمثل الموسيقى رافداً مهماً من روافد الهوية الثقافية للوطن، وهي بامتياز اختصاص ضلع فيه الفوج الأول للتشريفات التابع للحرس الجمهوري، والذي جعل من تشكيلاته الموسيقية بمختلف طبوعها قلاعاً تحفظ موروثنا الثقافي وتثريه وتقدمه بفخر في مختلف المحافل الدولية وكذا خلال المناسبات والأعياد الوطنية. يوميات أفراد الفوج تدور حول العمل على الرفع من مستوى الأداء والتحكم الجيد في الآلة الموسيقية في الحوزة وفق برنامج تدريبي خاص بكل تشكيلة. مهما تباين المستوى بين الجدد المنتسبين والقدماء المتمرسين، يبقى القاسم المشترك هو التفاني في التحضير والعمل للرفع من درجة التمكن والإتقان على الصعيدين الفردي والجماعي. بالنسبة لكل فرد من أفراد الفوج، تمثل الموسيقى شغفاً وهواية، مهنة وتخصصاً، لكنها بالنسبة لهم كذلك ميدان معركة رهانها الهوية الثقافية لوطن يرى في إرثه الغني وتقاليده الراسخة نوعاً من الوفاء لأمانة الأجداد وإسمنتاً يعزز وحدة الصف الداخلي ويقوي الانتماء للأمة. استطاع الفوج الأول للتشريفات أن يبني سمعة جدا مشرفة ويرفع راية الموسيقى العسكرية الجزائرية عاليا في مختلف مشاركاته الدولية، ودفع كل من انتسب إليه عن هذه السمعة بجده وتفانيه وحرصه على تمثيل الموسيقى العسكرية الجزائرية وموروثها التقليدي أحسن تمثيل. فكانت هذه السمعة الطيبة أمانة حافظ عليها وتوارثها أفراد الفوج جيلاً بعد جيل. 86 جينا الحرس الجمهوري، كي دخلنا للفرقة تاع الحرس الجمهوري للكاتبة 14 لا كومباني 14، كانت متكونة من 14، لقينا أفراد ناس كبار علينا، زدنا تكوننا معهم، طورنا معهم، دينا من عندهم، هما كانوا ديمونتير، حنا كنا شباب صغار، ولقينا ناس كبار علينا احترمناهم، كانوا ديمونتير أساتذة. ذاك الوقت قعدنا معهم باش نزيدوا نطوروا ندوا من عندهم خبرة. من بعد كي كملنا هذيك المدة تاع عام عامين،
بدينا نديروا التشريفات، ندخلوا نديروا مهام تشريفات وطنية ودولية. الشبيبة تاع الوقت الحالي هذا عندها وعي، عندها وعي، يعني عنده حاجة في راسه بلي يفرض روحه، يفرض نفسه في الطريقة هذه، يكون عنده مستوى، لازم يتكون، لازم يكمل في المسار هذا. يعني لا لا، الحمد لله هم واعيين باش يرفعوا المستوى، يرفعوا المستوى تاع الفوج. لما جيت الفوج الأول شريفات، كان ديجا الأب تاعي هنايا في الفوج، وهذا حاجة عاونتني بزاف بزاف، وحاجة فخر ليا لأنه الشيخ تاعي هنا خدم وجوز قرابة 32 سنة. لازم الخدمة، لازم نبقى شغل نرفع المستوى تاعي، سواء نايا سواء مع أصحابي، نتعاونوا كامل، مادا بينا نشرفوا البلاد، ومادا بينا نمدوا أون بليس، مادا بينا نديروا حاجات بالك اللي هما داروهم ونزيدوا حنا نديروهم ونزيدوا عليهم، إن شاء الله نزيدوا نمدوا حاجة ما خير أكثر. خلال مسيرته عزز الفوج خبرته وجعل منها قيمة مضافة لمجهوده الرئيسي، فإضافة إلى التحكم في مستوى الأداء الموسيقي لتشكيلته، استطاع الفوج دخول مجال آخر، تصليح وصيانة الآلات الموسيقية، متسلحاً بخبرة أفراده ومعتمداً على الدعم الذي توفره قيادة الحرس الجمهوري التي تراهن على تشجيع الكفاءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستغلال الأمثل للعتاد في الحوزة وصيانته، ما يؤدي إلى ترشيد نفقات اقتنائه. تساهم الورشة من خلال الأعمال التي تقوم بها في الرفع من مستوى أداء التشكيلات الموسيقية من خلال الحفاظ على جاهزية الآلات. الاهتمام بالموسيقى العسكرية والفولكلورية والعمل على الحفاظ عليها وتطويرها كان رهاناً دائماً لقيادة الجيش الوطني الشعبي، وتضمنت خطط تطوير وتحديث سلاح الحرس الجمهوري إنشاء مدرسة للموسيقى لتكون صرحاً تكوينياً يمكنه استغلال الخبرات المكتسبة في هذا المجال وتدعيمها بالوسائل والطرق والبرامج، ليكون مرجعاً للموسيقى العسكرية الوطنية. يعتمد الجانب التكويني بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري أساساً على الكفاءات البشرية من مدربين عسكريين وأساتذة مدنيين شبيهين، بالإضافة إلى منهاج تعليمي مبني على أسس علمية أكاديمية في التعليم الموسيقي. تلقن المدرسة أسس العزف الموسيقي لمنتسبي سلاح الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من الطلبة والمتربصين من أسلحة أخرى في إطار تعميم الموسيقى في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما تفتح المدرسة أبوابها لاستقبال المتربصين الأجانب من الدول الشقيقة والصديقة لمتابعة تكوينهم في مختلف الاختصاصات الموسيقية التي تضمنها. أنجزت المدرسة على أحدث الأسس الهندسية، وجمعت بين الجانب الجمالي والجانب التقني المراعي لطبيعة نشاطها كمدرسة للموسيقى، كما جهزت بأحدث المعدات الموسيقية والصوتية خدمة للأهداف البيداغوجية المتوخاة.
يمثل تأمين وحماية المقرات السيادية واحدة من أشرف مهام الحرس الجمهوري. وفاء أفراده للوطن ورموزه ومقدساته عقيدة متأصلة فيهم. هذه المهمة النبيلة التي يؤديها أفراد الحرس الجمهوري بفخر واعتزاز تجعلهم عيونا ساهرة على الوطن ورموز سيادته، جاهزون لدرء أي محاولة للمس بها أو تسين تقني. لضمان جاهزية الثنائيات السينوتقنية لتأدية المهام الموكلة لها، يتم تسطير برنامج تدريب يومي بهدف تطوير المهارات المكتسبة وكذا الرفع من المستوى المعرفي، وذلك من خلال الاعتماد على دروس نظرية وتمارين تطبيقية تحاكي الواقع. مسيرة العصرنة والتحديث في صفوف قوات الحرس الجمهوري عرفت إنشاء الأفواج الآلية للتدخل التي تمثل التطور المنطقي لما كان يعرف سابقاً بالكتائب الآلية للتدخل. تعمل هذه الوحدات المتخصصة على التدخل في حالة تهديد واقع بإقحام وسائلها المدرعة التي تمثل أحدث طراز من العربات المصنعة محلياً. دعمت هذه الوحدات بكل الوسائل اللازمة لأداء مهامها في كل الظروف، كما عززت بأفراد على درجة عالية من الكفاءة العملياتية والجاهزية القتالية. يمثل التحضير القتالي للأفواج الآلية سبيلها للحفاظ على الجاهزية العملياتية وزيادة قدرة المناورة في الظروف الخاصة والعادية. وتأتي التمارين البيانية والمناورات التي ينفذها أفرادها دورياً ضمن برنامج التحضير القتالي للفوج فرصة لتعزيز قدراتها القتالية وزيادة التمكن والتحكم في الأسلحة والمعدات. ولأن التمكن والتحكم العالي في العربات القتالية والعمل بمنظومات الأسلحة يبقى غاية مخططات وبرامج التدريب لوحدات التدخل الآلي للحرس الجمهوري، جاء إنشاء مركز المحاكاة للحرس الجمهوري ليترجم رؤية القيادة العليا المتبصرة وحرصها على توفير تكوين نوعي لأفراد وتشكيلات الوحدات المتخصصة. يعد المركز قفزة نوعية في نظم التدريب والتكوين، ويوفر قاعدة بيداغوجية جد متطورة تسمح بتقديم تكوين نوعي للمتربصين ارتكازاً على برنامج دقيق بشقيه النظري والتطبيقي الذي يرتكز على نظام محاكاة هو الأحدث في اختصاصه. يضع الأطقم في وضعيات مماثلة للواقع حسب أهداف التدريب وتحت مراقبة وتوجيه الإطارات المشرفين على العملية التكوينية. إدراك القيادة العليا لحساسية مهمة التدخل والحماية التي يطلع بها سلاح الحرس الجمهوري ضمن مجموع المهام الموكلة إليه جعلها تركز اهتمامها على الزيادة من فاعلية الميكانيزمات الكفيلة بضمان أداء عالي المستوى لوحداتها المتخصصة في هذا المجال. يمثل الفوج الخاص للحرس الجمهوري أساس منظومة التدخل والحماية. أسس هذا الفوج خصيصاً للتدخل في الوضعيات الحرجة وأداء المهام المعقدة، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والوسائل التقنو-عملياتية مع الاستثمار في المورد البشري انتقاءً وتكويناً وتدريباً. الموكلة إلينا
والتي تتمثل أساسا في تقديم الدعم التقني وعملياتي لأفراد التدخل الخاص من خلال إصابة أهداف على مسافات بعيدة وضمان تنقل الأفراد نحو الهدف. في جميع الظروف حفظا للأمانة وصونا لعهد شهدائنا الأبرار. تسعى قيادة الفوج في كل درجة عالية من التنسيق في الدعم التقني عملياتي لأفراد التدخل الخاص. جد فخورين بالانتماء للفوج الخاص تدخل. نحن ذخر وذخيرة لهذا الوطن في كل الظروف. التي يعمل عناصرها حسب اختصاصاتها على تقديم الدعم والإسناد التقني عملياتي للسرايا لتسهيل عمليات التدخل ومجابهة أي تهديد يعيق تنفيذ المهام الموكلة إليها. قدم الفوج نفسه منذ إنشائه كنموذج مثالي ناجح في هذا التخصص، وانتزع مكانته ضمن الريادة في ترتيب وحدات النخبة. بين الأمس واليوم تتشابه لوحات التضحية والوفاء للوطن أمانة الشهداء. تتوارث أجيال المنتسبين لسلاح الحرس الجمهوري شرف الحفاظ عليها أو الموت دون ذلك. تمتد جسور التواصل مع القيم والتاريخ راسخة متينة، وترتفع صروح المجد وتبنى شامخة عتيدة. بالأمس، اليوم وغداً تتدافع قوافل البررة من أبنائه لنيل شرف حمل هذه الأمانة، ليظل الحرس الجمهوري حافظاً للإرث والأصالة، سائراً في سبيل التطوير والعصرنة، ويكون جزءاً من ذلك الكل الذي لخص وجوده في الحفاظ على أمانة الشهداء والوفاء لها.